السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناتي وقناتكم شيوات مبسطة عربية شلحة. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الشيوة اللي زوينة بزاف، غزالة مذاق لا يقاوم، ينسيكم في البرير وفي الكريب وفي كل شيء، وسهل التحضير. إلا جربتوه غتحماقوا عليه. نسميوه المخنفر السوسي، وصفة ديال الأم ديالي الله يطول في عمرها. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. مرحبا بكم داغ دريت ما ديسما القناة النون القناة شهوات مبسطة عربية شلحار. تمنى كل تقيم ميان على خير غاسدي ويخاون دل المخنفر نغت كتير خصاص سياس طريقة باري فولكين ارتش كانت ماني كدمي منز ركن تشغل المقادير وطريقة التحضير. عندي ان شاء الله نصف لتر ديال الحليب دافي، زلافه ديال دقيق الفينو اي السميد الناعم، واحد الخماره ديال الحلويات، واحد الساشي ديال السكر فانيلا، ملعقه كبيره من الزبده، ممكن تعوضوها بنصف كاس من زيت المائده، ملعقه صغيره خميره العجين، ملعقه صغيره سكر حبيبات، بيضه واحده، والملح بطبيعه الحال. لدريس ما نص لتر الحليب، يد زلافه اوغرن الفينو، يا الساشي الفانيا، الخميره الحلوه، يا المعلقه مقرن من الزبده غورت اللي تقيب نص الكاس من الزيت الروميت، معلقه من الزين الخميره العجين، معلقه من الزين السنيده يا تكليت تيسنت. بسم الله نبداو على بركه الله. بسم الله نبدا السما. راه ناوي كران بصيل، راه لقيت تجبانيت غنشكنا ترمت تضرمت تضاعف مثل الكميه كيكاتي عند باش كني رانا نوقن الفينو. المهم زلافه ديال دقيق الفينو، نزيد عليه خماره ديال الحلويات من فئه 7 غرام، يا الخميره الحلوه، يا الساشي الفاني ممكن تستغناو عليه، انا فقط كتعجبني النسمه ديال الفاني. الساشي الفاني، معلقه من الزين الخميره السنيده، عفوا ديال السنيده، معلقه صغيره ديال السنيده، ومعلقه صغيره ديال خميره العجين، وحليب دافي نخلطوا به العجين ديالنا. بسم الله هكا ديتي الثاني زي السما. نزيد الملحه تيسنت، وغنزيد البيضه، غنخلط العناصر هنايا شويه، من بعد غنخدمهم في مولينكس. بسم الله ونزيد تقليت، وغنزيد هاد معلقه كبيره ديال الزبده، كديري تاني مزيان السما، معلقه من الزبده يخرط لي تضرم تاني تقيمت نص الكاس الزيت الروميت، ممكن تعويض هاد المعلقه ديال الزبده بنص كاس من زيت المائده. غنزيد ما تبقى ليا من الحليب، الحليب ديما بقاو تزيدو شويه بشويه حيت كاينه السمنه اللي كتشرب كاينين لا، الخليط ديالو كيكون بحال البغرير تماما، غير كتسنى السمنه الخليط مصري تلقى زود البغرير. الحليب تزايد نتني ميكسينيك باش كنت السميده على حسب السميده. صافي دابا ملي تخلط ليا العجين غنديه نخدموه في المولينكس مزيان حتى يتخلط، ونرجع معكم ان شاء الله. هكا دايره ثاني مسا السما، غير هضره دخلت في الخليط راه تنقغ مولينكس باش يخلط مزيان، وكان ان شاء الله هادو غدي دونت. من بعد ما خلطت الخليط ديالي في مولينكس مزيان هكذا كما كتشوفوا، هو القوام ديالو راه كيكون بحال البغرير تماما. هكا ديري تزرمتي السما الخليط اللي تخلط مزيان في مولينكس، هكا ديري تنايم تسالي تكا زوت البغرير، غير ان شاء الله راه تدلخ الغيض اجي غسل كنا يخبر ان شاء الله عاد دادوخ باش تنسنوا المقله ان شاء الله. هكا كما كتشوفوا معايا دابا غنخليه يخمر ليا، غطيه بواحد السلوفان ولا بلاستيك غذائي، وغنخليه حتى يخمر، وغنجيبو المقلة ديالنا ونبداو نطيبو فيه. كما شفتو معايا الخليط ديالي من بعد ما خمر ليا هكذا كما كتشوفو، دابا سخنت على المقلة ديالي تسخن ونبدا نطيب فيها، ندهنها بشوية ديال الزيت وكنبدا نقلبو الجهة الأخرى وندهنها كذلك بالزيت. هكا ديري زرمتي السما اللي خي خمر، غير دقيق المقلة باش تسنواخ إن شاء الله. كنخلي
كنخلي المقله ديالي تسخن. بعد ما كتسخن كندهنها بشويه ديال الزيت بحال هكذا. خاص دهن المقله يستمع لي غير طرا المقله بس هنا خصني يكون الزيت. ندير فيها الخليط ديالي على هذا الشكل. راه كيجي زوين بزاف، كيجي خفيف وكيجي واحد المذاق هائل جدا. كنتمنى ان شاء الله تجربوا. كما كنبغي نشكر دائما الناس اللي ديما متبعيني في القناه، وكنرحب بالناس اللي دخلوا عندي جداد القناه كذلك. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم القناه ديالي، وكنتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم. أتمنى كنت عجب القناة، ومثلي داركش من جديد روتيني خبركات. مرحبا بيكم، أتمنى إن شاء الله كنت عجب القناة ونقيت الفايت إخسي الناس اللي بفي أرتشترف تفرخين اللي ديبا يتشجعني نارتجرب أنت وصفتني وليستفر نتغير الواتساب نغير الفايس نغير الانستغرام فراون ستيني. شكرا بزاف، أشكرت بغي مولي تشجعني تبهر ملي كنحس بها طابت ليا من تحت. كنحاول نقلبها، راه كيجي محمر كيجي زوين. بالنسبه للعافيه نقصوا عليه العافيه. ملي كتسخن المقله صافي كنقصوا العافيه مزيان، غير كتسني غير السما المقله صافي كيختدر كيخترغى. ناقص نتاس العفيت مزيان باش يحمر الخاطر نسى دوري تشوت دغيا. كنقلبها وكنطر عليها واحد القطرات ديال الزيت كذلك بحال هكذا غير شويه، راه ماشي كندير بزاف ديال الزيت، غير واحد القطرات ديال الزيت. كنسني غير السمك ولا تسقر تسقلب نتا تقلبتها نقطه صغيره ديال نقيط من الزيت ماشي بزاف. ها هي بعد ما طبت ليا كما كتشوفوا. دابا غنعاود ندير وحده اخرى، ندهن بشويه ديال الزيت وغنخلي الخليط وغنستمر بحال هكا حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. بقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. استغفر الله درت كما غير كذا كنا كلكم ملخ، وكان ان شاء الله تبرين فيديو ملي كرهتيش وبنات كلكم.
وهذا هو الشكل النهائي ديال المخنفر ديالي. من بعد ما طاب راه كيطيب دغيا، كيجد فيسع. بالنسبه للزيت في المقلاه ما تكتروش الزيت، فقط كندهن بقطيره ديال الزيت غير باش ما تلصق لكمش العجينه في المقلاه، وباش تعطيكم هذا اللون الزوين، كيكون محمر زوين. راه كيجي زوين بزاف، واحد المذاق هائل، كيجي هشيش ورطب وزوين. انا متاكده اذا جربتو غيولي معتمد عندكم وغتحماقوا عليه نتوما وليداتكم. كانت دائما تشجعوني بلي لايك الفيديو، تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. غير كدا قايس مع المخنفر اللي نعد له دغيا، ريتو الزيت تستنور تسوق جمج المقلاش، كنت لقيت الزبده غير يمي كوك نزيت هكا تستهن المقله باش هذا ونتنوري تقيد باش هذا يحمر زون. غير كان انا رديت كمان كيميم اكسوسا اميم الجاز الواني، ريتاش كمان كيحلى كيخت شرب مترد تبدات سكير متر. نتمنى غادي ما يتشجع مثل لايكات الفيديو، تبارطاجي الفيديو، تمدوك النونت لحباب النونت. خليكم في امان الله.